السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي قناه ادرا غربه. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال او واحد الاشكاليه اللي وقع بزاف كنلاحظها في التعليق وحتى في المباشر، اللي هي المشكل ديال المواعيد ديال عقود العمل ديال 2023. يعني خليونا من الناس اللي دافعين في العام اللي داز، دونك دابا حنا كنتكلموا على الناس اللي دافعين هذا العام هذا ابارتيغ او من بدايه ديال شهر واحد حتى لدابا. دونك بزاف ديال الناس اللي دافعين عندنا عقود عمل اللي هي موسميه وعقود عمل دائمه، لان فرنسا فيها لي دو. دونك بزاف ديال الناس دافعين ديما دائمه، وخاص كما قلت لكم الموسميه. الوغ المشكل اللي كاين هو انهم جوج فئات لاقين المشكل بجوجهم، لقاو انه لي رونديفو ديالهم مازال ما خرجوش ليهم. ملي كنقول لي رونديفو كنقصدو بطبيعه الحال رونديفو ديال عين برجا، غادي يمشي يحط الدوسي ديالو. خليونا منين كنحط الدوسي ديالي كنولي كنتسنى يعيطوا ليا باش نمشي نبصم في التريس كونتاكت، اولا باش نمشي ندوز لا فيزيت ميديكال. انا اليوم غادي نتكلم على المشكل ديال الموعد الاول، لان في لي كونطرا كاين بزاف ديال النقاط اللي خصنا نشرحوها فيديو باغ فيديو. الوغ المشكل اللي كاين ديال التاخير اولا نسميه التاخير ديال هذا الموعد ديال الكونطرا، خلا بزاف ديال الناس كيتكلموا يعني في اليوتيوب او لا ممكن حتى في فيسبوك او لا في تيك توك كيرجعوا هذا، ولا كيقولوا بسبب ان كاين مشاكل في فرنسا، خصوصا ان الازمه اللي وقعت مؤخرا ديال اعمال الشغب اكسيتيرا اللي وقعت في فرنسا، كيقول لك انه بهذا الشيء باش السبب يعني سبب مباشر باش خلاو ان لي رونديفو معطلين، او لا حتى شي وحدين مشاو بعيد كيقولوا ان لي رونديفو توقفوا او لا غادي يوقفوا. طبيعة الحال هذه هضرة خاوية للأسف الشديد، وهضرة ليس لها أي منطق وليس لها أي منبع من جيبنا الله أعلم، يعني جو سيبا شنو هي لا سورس من جابوها الله أعلم، ما كايناش. لي رونديفو ما موقفينش، كاينين طبيعة الحال، دونك الناس راه كيمشيو إلا مشيتي لوفي غتلقى واحد النسبة اللي كيدخلو كيحطو الدوسي ديالهم، كاين الناس اللي مشات دير تليس، كاين الناس اللي مشات دوز لا فيزيت، هذا ما كيدل إلا أنه لي رونديفو راه كاينين اللي ما متوقفينش. ألوغ كاين تأخير، شنو السبب ديالو؟ واش كاين شي مشكل ما بين فرنسا والمغرب او اكسيتيرا، لان كنشوف بزاف ديال الاشكاليات كيتحطوا عليا. المشكل ديال التاخر ليس وليد اليوم او لا ماشي عاد شفناه، ماشي جديد علينا، فهو تقريبا مع اللي داز في هذا الصيف، يعني تقريبا اي صيف كنشوف ان المده ديال التاخر كتزاد. الوغ ماشي جديده، يعني شي حاجه اللي هي عاديه راه كاينه، وحتى في عقود العمل اللي كانت تقريبا العام قبل كورونا كان دائما كيكون المشكل ديال التاخر، يعني ماشي شي حاجه اللي هي جديده وما عندهاش يعني شي تنقول لكم يعني كتعنيش انه كاين مشاكل، دونك كاين تاخير انا نشرحوا علاش. الوغ شي وحده كيجي كيقولوا لي التاخير كاين من فرنسا او لا ممكن فرنسا اللي فيها المشكل، كنقول له علاش؟ كيقول لي مثلا ما بغاونيش نجي او لا اوتوريزاسيون دو ترافاي، يعني تصريح بالعمل فيه مشكل اكسيتيرا. اول حاجه نفديها معكم اليوم خصنا نفهموها مزيان، الوغ المشكل ما كاينش في فرنسا، علاش فوقاش نقول كاين مشكل في فرنسا؟ هو النهار ما كيخرجليش تصريح بالعمل اوتوريزاسيون دو ترافاي، دونك النهار كتخرج لي اوتوريزاسيون دو ترافاي فالرونديفو كيتصيفط، يعني لا بريفيكتور ديال فرنسا كتصيفط لنا ديك التصريح بالعمل، يعني كتسمح كتسمح للباترون الدوله سمحات للباترون انه يجيب يد العامله، كل ما بغاتكش اولا ما بغاتش تجيبك كل ما عطاتوش اوتوريزاسيون دو ترافاي، يعني ما تعطيش تصريح بالعمل باش انه يمشي يتعذب ولا المهم. تقولوا لا فرنسا ما كيلعبوش، لا يا لا غادي ترفض لك، واش بزاف ديال الناس كنعرفوهم للاسف ترفض ليهم اوتوريزاسيون دو ترافاي. دونك المشكل ماشي فرنسا، فرنسا دونك سي بون عطات تصريح ولا عطات لا بيرميسيون ولا اوتوريزاسيون دو ترافاي، يعني سي بون عطات الاذن باش انه غادي يجي، داكشي علاش لا بريفيكتور مباشره كتصيفط لنا التصريح لوفي ديال كازا. الوغ هنا غنشوفو لوفي ديال كازا شنو كدير، فين كاين المشكل. دونك حنا كمغاربه كنعرفو ان الادارات ديالنا المغربيه فهي دائما فيها تاخير، يعني ماشي تاخير وليله الله وفيها باك صاحبي واكسيتيرا، يكذب عليكم الكذاب يقول لكم ما كاينش فيها باك صاحبي لوفي. مالوغوزمون على ما توصلت وعلى ما شفت بعينيا كاين شويه ديال باك صاحبي، ما كنبغيش نمشي بعيد في الموضوع باش ما نمشيش بعيد. سميو دونك المشكل الاخوان ديالي هو كاين في الاداره ديالنا او لا كاين في لوفي ديالنا في المغرب. الوغ كما يعلم الجميع ان اليوم نحن مقبلين على لي فاكونس او على العطل،
هذا ايضا تيكون سبب رئيسي ان بزاف ديال الناس كيخرجوا جروب باغ جروب، يعني كيخرجوا مجموعه من مجموعه. داكشي علاش الصيف يعني كيقللوا لي رونديفو بزاف، كيهبطوا شنو كيهبطوا، كيهبطوا بزاف كاينين مي كيهبطوا، كيهبطوا بزاف يعني ما كيبقاوش لي رونديفو بزاف. وهذا اللي كينتج عليه الدراري والبنات انه بزاف ديال الناس اللي كتموت لهم المده اللي مسموح فيها انهم يتسنى الرونديفو. لان بزاف ديال الناس ما عرفتش هاد القضيه هادي، ملي كتخرج لي اوتوريزاسيون دو ترافاي كتخرج ليا نص شهور راه سي بون، مابقى عندي ما نتسنى في الرونديفو حتى ولو خرج ليا. دونك شنو كتكون الكونترا ماتت، واش فهمنا؟ الوغ هما ماشي شغلهم، يعني في لوفي ما مسوقيش لينا تموت ولا ما تموتلكش ماشي شغلنا. الوغ تاخير طبيعه الحال كما قلت لكم دابا فهو السبب الاساسي، وهو طبيعه الحال هو الاداره ديالنا اولا لوفي ديالنا اللي للاسف الشديد ما غاداش بطريقه اللي هي سريعه مقارنه اولا بلي دوسي اللي عندها، اللي عندها بزاف. دونك هادشي اللي كيترتب عليه ولا كينتج عليه مشاكل ديال بزاف ديال الناس اللي ما كياخذوش لي كونطرا. دونك هذا هو السبب الاساسي، يعني ما كاينش سبب ديال حاجه واحده اخرى اللي كنسمع بزاف ديال الناس مخلوعين اولا الرفض او كذا. نقطه اخرى بزاف ديال الناس كيقولوا لي انه تعطل علينا فهذا كيعني انه ترفض الدوسي ديالي. لا، التاخير ديال الرونديفو فهو لا ليس له اي علاقه بالقضيه ديال الرفض. يعني لا، شنو كيوقع، شنو كيوقع فهموها مزيان. شنو كيوقع ملي كيتعطل عليا، راه ماشي ترفض، ملي كيتعطلوا عليا هما الاداره تعطلت لان ما طريطاتش اولا ما عالجاتش الملف ديالي في الوقت المناسب، الدوسي ديالي كيموت راسو بلا ما يقتلوه هما اولا بلا ما يرفضوا لك هو، لانه الكونترا ديالك اللي دار معك الباترون ماتت. دونك ماشي الاداره اللي قالت لك الكونترا ماتت. لان بزاف ديال الناس كنشوف دائما السؤال كيتطرح عليا كنقول لهم الكونترا كتموت مور 6 شهور من بعد اوتوريزاسيون دو ترافاي، كيقولوا لي اخويا حنا سمعنا واحد في اليوتيوب كيقول لك غير كتخربق عائد الى الغربه، قالوا لنا هي كتخربق. كنقول لهم اخوان ديالي الاعزاء، هو ان الكونترا ديالك ملي كتكون فيها 4 شهور او 6 شهور ملي كتموت، ملي كتمشي انك لوفي كيقول لك سي بون راه مات خصك تعاود كونترا واحده اخرى، لانهم هما طريطاو الدوسي ديالك فوقاش ما قال لهم راسهم. الوغ ما نخليوش واحد اخر يجي يخربق لنا راسنا، نخليونا لوجيك، خليونا منطقيين ما نتخربقوش. واش كاين حلول اخويا خالد؟ هذا هو السؤال المطروح، واش كاين حلول اخي خالد؟ لان دابا حنا عرفنا هذا الشيء اليوم، واش كاين حلول؟ صحيح باش نقول لكم واش كاين حلول. سابقا كنت كنقول لكم دائما ان بزاف ديال الناس كنت كنصحهم انهم يمشيو لوفي ويتقاتلوا تما كاينه ويرغبوا ويزاوقوا، وبزاف ديال الناس في العام اللي فات في 2022 قدروا انهم يحصلوا على الرونديفو ديالهم، واخا يعني واخا ما كانش قال لهم اجيو كيمشيو كيقدروا يحصلوا على الرونديفو ديالهم. اليوم لاحظت انه في 2023 بزاف ديال الناس كنصيفطهم للاسف الشديد ما كيهضروش معهم اولا ما كيدخلهمش الا من يعني رحمه الله. بعض الناس نسبه قليله كيتعاملوا معهم، بعض النسبه اولا ربما تقدر تكون فيها تدويره اكسترا. هذا انا هاد الاحتمال ما كنبعدوش بعد الحال، كنت في الاول كنبعدو العام اللي فات مليون على حسب ما وليت كنسمع وبعض الفيديوهات وصلوني. دونك وليت كنشوف انه كاين احتمال للتدويره للاسف الشديد. الوغ كما قلت لكم انه اليوم ما نقدرش نقول كثير، ان ماشي 100% باش نمشي لوفي، ربما تمشي تكرفص سيغتو تكون اللي ساكن في مراكش، اللي ساكن في الرباط تقريبا، اللي ساكن مثلا في مكناس، اللي ساكن في طار جو سي با وجده، باش انه يمشي حتى لتما كاينه كيتكرفص الكازا خصو مصاريف، غير ولاد الشعب اللي دافع الكونترا. دونك ما نقدرش انني نقول لك سير 100%، عندك واحد النسبه ديال 10% ديال انه يقدر انه يعطيوك الرونديفو. شنو هو الحل اللي كنشوفو انايا شخصيا؟ الحل يعني تقريبا كنعطيه واحد 80% هو الباترون ديالي يجي ثلاث شهور الاولى. بزاف ديال الناس اللي كنت كنقول لكم في الاول، كنت كنقول لكم قولوا الباترون يجي لوفي، كان كيمشي لوفي ما كيعطيوش رونديفو، كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا له انت خويا خالد انت قلتي لنا جي يجي الباترون وما عطاوناش الرونديفو. الوغ ملي كيمشي الباترون في باغون، ملي كيمشي الباترون في النهايه ديال الكونترا، يعني انت الكونترا عندك فيها 6 شهور وكيمشي الباترون ان الكونترا بقات لها شهر، كيقولوا له عاود وحده اخرى. ها حنا علاش كنهضروا؟ دونك كيعكسوا له سي ميو الباترون ديالك غير تخرج لنا اوتوريزاسيون دو ترافاي موراها ب 15 يوم او لا شهر، مشي عندهم يوقف عليهم يقول لهم بغيت الرونديفو تسجيل واقف عليه. والباترون اللي كان معلم عنده ما يتقال، ولا السمسار اللي غادي يدي 12 مليون ولا 10 مليون ولا 15 مليون اللي غادي يديوها بارده مع راساتهم، اللي كانوا معلمين
راه كيمشيو تما كان كيفاريوها والخبر في راسكم ولا الخبر في راسهم دوك النصابه بلا ما نهضر عليهم. المهم انا دوك كنجبدو من دوك الناس ربي اللي حاسب بيا كيفاش كنتقص من الداخل ديالي دوك لانهم نصابه الوغ الدراري هذا هو المشكل اللي واقع ديال لي رونديفو. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا شنو بغيت نوصل لكم لانني عطيتكم وقت بزاف هاد هاد المشكل ديال الرونديفو. ما بغيتكمش تقلبوا واش ممكن ان واش ممكن نمشي عند لي جاجونس اللي كاينين تما كاينه في حدا او المكاتب ديال الهجره اللي كاينه حداك حدا لوفي واش ممكن انه يشوفوا لي رونديفو. كنعطي الاحتمال ديال 10% يقدر الا كانت عنده شي معرفه ولكن كيطلبوا ثمن غالي بزاف على الاتمان اللي وصلوني ما كنبغيش دابا نقولهم باش ما تزيدش تحلهم لان غادي لانهم كيشوفوا فيا كيتفرجوا فيا الوغ ما بغيتش نحل لهم بزاف دونك الثمن اللي هو ما يستحقش داكشي اللي كيقولوا. ولكن الا كان ما عندوش لو شوا كان فقط كنوصيك انك ما تعطيش الفلوس حتى كيخرج لك الرونديفو. يعني كتعطي كتقول له خرج لي الرونديفو عندك فلوسك عادي يعطيك الرونديفو مثلا يعني تحطوا ورقه بورقه لان ما كتعرفش لان المشكل القوي في النصابه لا في لي كونطرا ولا حتى في لي رونديفو ولا في النصابه. دونك الاخوان ديالي اليوم فضيت المشكل ديال الموعد. المره الجايه ان شاء الله غنتكلم على فوقاش تكون التلاس علاش كيتعطلوا عليا مور ما كنحط الدوسي ديالي ما كيجينيش التلاس وعلاش ايضا ملي كنمشي كنبصم كيقول لي سير حتى نعيطوا لك عاد اجي دير لا فيزيت ميديكال. دونك هادشي كنبغي نتكلم عليه ان شاء الله في الايام الجايه. مع تحياتي لكم ما تنساوش انكم تدخلوا دجم الناس الجداد ما تنساوش انكم تابونوا في القناه مرحبا بكم فيها ونضربوا موعد الفيديو القادم. دمتم في رعايه.